تمنيته عند الله تبارك وتعالى، اللي ما عندوش الدرية الله تعالى وتبارك يرزقها له. فهمتي؟ اه اللي كاين شي حاجة تجمع قول لها تجمع لي هذه، تجمع لي هذه وانتينا ريا. الله تعالى وتبارك يرزقكم ما في النية ديالكم. السلام عليكم حبيب ديالي، كيف نتوما؟ لاباس؟ مزيانين بخير؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير احسن الاحوال يا ربي. اليوم جبت لكم خبير على عالي وصال، اللي كاين اللي مشوق يعرف اخبار عالي وصال، وكينتظر فارغ من الصبر. كنقولوا كثروا من الدعوات ديالكم للوصال، ان شاء الله يفكها ربي على خير. بقى لحد الان بقى يعني ما نزاد لا شي ترابي اللي في كرشه، ولكن ان شاء الله يا ربي غادي يكون كل شيء بخير وعلى خير. المهم خليكم مع الفيديو، خليكم مع التفاصيل اللي دازت وكل شيء بلي ديتاي غادي نعطيه لكم. غير خليكم مشجعين مريم فاميلي وتابعوني، واللي ماشي مشترك عندي اشترك عندي، واللي لايك وشي تعليق مزيون، وتحياتي لكم. يلا خليكم مع الفيديو. يا ربي عليك الحوايج اللي هادي، الا كان فيك الحرق بزاف خليها يجمع لك هادشي. لا ما نعرفش فهمتي. اه اللي كاين شي حاجه تجمع قول لها تجمع لي هذه، تجمع لي هذه وانتينا ريا. نتفرجوا ونناقشوا. دابا هنايا وصال مسكينه كتجمع الحوايج، علاش كتجمعهم حتى لدابا؟ حيت ما كانتش عامله بحسابها انها غتجيها ولادها هكذا، يعني فهاد الساعه هذه كتبقى حاسبه باقي واحد الاسبوع، يعني عليها تعطلت. الناس اللي غينتقدوا يقولوا احتاجها الحرق عاد جالسه كتجمع الحوايج، يعني داكشي نتوما عارفين جا هداكشي على غفله، يعني كتبقى حاسبه سيمانه باقا معطله. المهم عليها عاد كتجمع. انا كنفسر شنو كاين، حيت يعني اللي متبع الفيديوهات كامل غادي يعرف، يعني الحاجه ملي كتجي على غفله ما عندك ما تعمل. شوف عاشي اللي بان لك فين الحوايج بويا يا سمينه. كما شفتوا دابا حنايا دابا وصلنا، جينا كما شفتوا معنا في الفيديو اللي قاز معنا بخير وعلى خير للدار. نقدر نمشي نقولوا ديريكت للطبيب قال بغيت شوف هاد اللقطه هادي شحال حلوه ومزيونه، هي كتجمع داك الحويجات تيتوين ومزيونين وحلوين، يعني واحد الحاجه حلوه حلوه الصراحه. يعني الاطفال واحد الحاجه اللي البراءه، انا كنشوف الريحه ديالهم سبحان الله. اللي ما عندوش ربي حبيبي يفرحوا، الله يفرح كل واحد محروم من الذريه الصالحه وما عندوش العيال، ربي يفرحوا. حتى شي حاجه وهذه وخا فيها الحرق غنصبر عزيز. وصلني للدار دابا، وصلنا للدار كما كتشوفوا مباشر لهنا ما والو، ما طلعنا حتى الفوق دخلنا لهنا ديريكت. دابا عاد عمر الحقيبه كما كتشوفوا مسكينه عاوي الله بقى لابسه باقي والله الا دخلنا ديريكت كما هنايا. شوفوا سبحان الله الام عالي كيفاش حتى هي يعني كتحسس وصال بالحب والحنان، يعني هاد اللحظه هادي كتكون محتاجه شي واحد يكون واقف معاك ويحسك باللي يعني ملي كتكون في الطبيب كتكون كتسنى غير شكون غيجي عندك، شكون غيطلل عليك، شكون اللي كيبغيك، شكون اللي كيعيط لك. يعني فين كنعرفوا المحبه؟ كنعرفوها ملي كنكونوا في امس الحاجه شي واحد يوقف معنا. يعني هاد اللحظه مهمه ان الانسان يوقف مع بعضياته، يعني الدنيا ما كتستاهلش شي حاجه. يعني الانسان علاش غادي يحقد؟ علاش الكره؟ علاش هادشي هذا كاين في العالم؟ الله يخليها لكم، واللي عنده شي عجوزه طيبه ومزيونه بحال هذه الله يخليها له، والله يخلي لي حتى عجوزتي انا انسانه طيبه وانسانه. دعوات ديالكم وشكرا بزاف، كلشي كيدعي الحمد لله معنا في التعاليق ربي. راني من اختي احسان. انا والله الا عرفت اخوتي شوف جوج ما والله الا الفرحه والخلع جوج. من عذرك تعرق السي علي، من عذرك اخي تعرق. الفرحه ماشي غير تعرق والجري وهنا وهنا وهنا، كيكون الانسان متشوق راه 9 شهور انت كتسنى وضروري غادي تعرق اخي. والله الا بجوج شدك هنا بابا هنا ولا خارج؟ لا ما كاينش هنا. خارج تلقاوه مسكين باقي ما تلقيناش في الوالد قبل ما نمشيو. من دغيا ارتحتي شي شويه شويه دابا؟ شويه الحمد لله. الحمد لله ما شاء الله ما شاء الله، خمسة في عين الحساد والعديان. شتو الحب؟ هذا هو الحب. ما تعذبش يا وصال، حتى شي تقلى وصال، حيدة وصال. الله يخليكم بعضياتكم، الله يدومها محبة. وكنحمقوا على الناس اللي كيكونوا متفاهمين مع بعضياتهم، كيبغيو بعضياتهم، كيغيروا على بعضياتهم، كيحضر الشيطان بعض المرات، ولكن الانسان خصو يتغلب على الشيطان ويحافظ على العلاقه ديالو مع الزوج ديالو، حيت هي اللي غادي تدوم له، اما شي حاجه اخرى حتى حاجه ما دايمه. واو ايوا دابا سير قبل ما يرجع لك الحرق. هاي 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 على طربوش، والله الله على طربوش تولي.
ديالو ما شاء الله. خلى شي مفاجاه، خلى هادشي خليها عالي تورينا، خليها تورينا داكشي واعر. حتى الحلقه اللي ما جا نشوفوا، واخا يلا خليكم معايا متتبعين الحلقه اللي ما جا نشوفوا الانصامبل ديال البيبي اللي غيتزاد. شفتوا على الطربوش ديالو شحال كيحمق كيوت واعر. المهم خليكم معنا الفيديو اللي ما جا نوريكم الانصامبل تاعنا، ما يوريوه وانا نوريه لكم. تحياتي لكم. واو واو مفاجاه، حتى تما حتى تكون لابس انت ولدي في السبيطار، لانه الامور جميع الامهات تعالى وتبارك رزقه الله تعالى وتبارك يزيد من فضله، بركة يسر الأمور ديالنا وديالكم الله تعالى وتبارك. اللهم آمين يا رب العالمين. الله يعطيك صحتك يا الحاج، الله يخلي لك تلت صحتك، واللي ما عندوش الدرية الصالحة الله يفرحه يا ربي الحبي في هذا النهار. كل شيء اللي تفرج هذا الفيديو سمعني كان دعي يقول آمين يا ربي، الله يفرح كل واحد محروم يا ربي. لا يحرم شي مسلم من هذا الاحساس هذا، عرفتو ملي كتفتح عينيك. مثلا انا الاول ولدت انا بالعمليه يعني سيزاريا، عرفتو سبحان الله نزلوا لي مع رجلي هيدا لتحت مع رجلي، وحسيت به كي هو اللي فيقني من الغيبوبه، هو اللي فيقني يعني واحد النعمه. وعرفتي ملي فتحت عيني ما قدرش حتى نجلس، ما قدرش ولا ما جلسكش شي واحد هيداك غادي تبقى. وكنقول لهم بغيت نشوف ولدي، بغيت نشوف ولدي، اول كلمه نطقتها بغيت نشوف ولدي. الله يسمح لنا من الوالدين والله، ملي كيجرب الانسان كثار عاد كما قلت الصلاه على النبي. الله يجعلكم من المرضيين عند الله، طيبين عند الله، الله يجعلكم من الطائعين عند الله. ثمار ثمار ان شاء الله، الله يجعلوا من تراب يداكم ان شاء الله، ديالكم ان شاء الله، وحسن خلق الله. الله يوقف معها يا ربي، والله يعطيها وقفه سهله، وربي يفرح الجميع يا رب. هذه واحد السيده مسكينه كما كتشوفوا دابا حنا في الكلينيك الشامل دابا، كربي بخير وعلى خير عاوتاني، عطاها ربي لبنيته. والده مسكينه هي جالسه عاوتاني جات معنا سنة. الله يحفظك اخي محمد، الله ينور. ويصل مسكينه هي هنا عاوتاني كتحرضي وعلى خير. كما كتشوفوا تقتد القلب على حساب الترابي كما كتشوفوا، قالوا لا ما تحركش دابا. هاد اللحظه هادي بقات فيا اخوتي، فكرت راسي السبيطار كنقلبوا عليهم كنبقى نزبل فيهم. معاناه عندي اخوتي والله العظيم، من مورا ما كان ولاد عاد يعني الطونسيو كيطيح لي، ما كنبقاش كنشوف، مره كيمشي لي النظر يعني كنوقف هيدا كنطيح صافي ما كنبقى نشوف والو، شحال كنبقى عاد كنرجع كنشوف يعني خطر. عندي الولده صعيبه 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 يعني كتبقى فيا، كنشوف شي وحده كتولد كما كانت كنبكي معاها كتبقى فيا. شكلك بخير وعلى خير يا ربي. ويصال ويصال بيكون في الشدة نفس الدعم هنا جامعة بيلا لا ويصال الدعم عندنا غتكون في الوقت اللي كيقولوا لك ويصال ديك القلب شي شحال التعليق مساكين كيقولوا لك ملي يوصل الساعة قلبك كاملين باش الحمد لله. بطبيعة الحال الجمهور ديال علي ويصال كبير 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 كبير، علاش؟ علاش عندهم هذا الجمهور؟ حيت صادقين، محتوى نقي، حاجه ما كتكون نقيه كتوصل يعني الناس عياو يضربوهم عياو يعني يعطيوهم بغاو يطيحوهم ما طاحوش باقين هما هما، حيت الحاجه ملي كتكون مزيانه راه ربي كيسهل فيها والله يوفقهم. عياو يهضروا في بزاف ديال الحاجات يعني طبيعه الحال حنا ما كنطيقوش الخرافات. كنطيقوا غير الصح يعني الحاجه ملي انسان ملي كتكون كتعرفوا يعني كتلمس فيه المصداقيه. ايوا صافي يعني لا داعي انني نهضر عليهم بهذه الطريقه، راه كلشي عارف اولا عارفين ولا ما عارفينش. شنو بالكم نعمل هذه ونزول هذه نعملو بجوج واعرين ياكم؟ او مريم فاميلي الجوليه. الحمد لله الحمد لله مساكن كاملين ما عندوش الله تعالى وتبارك وتعالى من العائله بزاف عاوتاني باش ملي يجي اي واحد عندنا هنايا خاصني نجلس. الله
مسكينه. اقول لي معها القدر بحيث ولا خصني نطلع. انت ما قلتيهاش؟ لا. لهنايا ضروري الام ديالها خصها تسوق الخبر، واخا حتى انا عملت نفس المنظر. علاش عملته؟ ماما كتخلع بزاف يعني، ومسكينه كتبقى فيا يعني، كتخاف بزاف يعني. الام كتخاف على بنتها، راه ضروري يعني. خبعت عليها قلت لهم حتى واحد ما يقولها لا، حتى يرزقني ربي عاد عيطوا لها وقولوها لها. وسبحان الله ولدت في الفجر مثلا، مشيت في الليل ولدت في الفجر، عيطنا لها في التليفون، انا عيطت لها وقلت لها ماما راه سهل عليا ربي وراني في الدار، وجابوني بحالي للدار. عاد قلت لها فرحات، ما تعذبتش، ما حستش بديك العذاب يعني، بغيت نحيد عليها ديك العذاب. ولكن كما قال علي راه تقدر ما كل واحد وكيفاش يعني، يقدر ما يعجبهاش الحال، كل واحد يعني ما نعرف. ضروري خص نخبروها، ما يمكنش. مش مسكينه، تصور جا على فجاه تقول لها راه ولدت ولا هذه، تبقى فيها الحال تقول لك علاش ما خبرتونيش ما قلتوها. الدعوه فهمني نسالني كل من الله يكثر خيرهم، الله يرحم الوالدين ديالهم، يدعى معها بالشفاء ويدعى معها بالكيف على خير، والصوره مكموله وفرحتنا فرحتنا الناس كلشي كيدعى معها. ايوا هنايا ضروري اخوتي الاكل يعني، ماشي تعشى ولا حيت بان لي انه الليل. ايوا اخوتي جباله هما جباله، اللي خطيهم علينا. تحياتي لكم، ولايك وشي تعليق مزيان بحال وجهكم. تحياتي لكم، كنحماق عليكم، وما تنساوش تشتركوا في القناه بليز. هذه قناه غير مريم فاميلي الدرويشه، على طبيعتها وعلى قدها مسكينه كتحماق عليها علي ويصال، جمهور علي ويصال. اجيو عندي، اجيو عندي، مرحبا بكم. صافي يلا باي باي. دعوا معاها ويصال، دعوا معاها بزاف بزاف بزاف. باي باي عليكم. باقي باجو لينا العائله يشربوا مساء. البطاطا مشويه والكوكلي هنا، وهادو الكيسان باش غنشربو من هذا العصير، وهادو المعالق باش غناكلو البايلا. انا مشيت للكارفور تقضيت وجيت.